أهلا بكم مجددا. قتل 33 مدنيا على الأقل في الخرطوم، حيث قضي 23 منهم في قصف جوي للجيش على منطقة تقع في جنوب شرق العاصمة. وأفادت منظمة محامو الطوارئ المستقلة التي ترصد الانتهاكات وتحصي الضحايا المدنيين أن 10 مدنيين قتلوا أمس الخميس بنيران مدفعية في منطقة السلمة القديمة جنوب عاصمة الدولة، التي تشهد منذ 15 أبريل حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع.